مباراته فاق الصيف، مباراته فاق الصيف طلع برضو ناس كتير جدا. الاهلي كان وحش، الاهلي كان وحش، يعني محدش يقدر ينكر الكلام ده كله، لكن لازم نشوف الظروف اللي كان بيمر بيها النادي الاهلي. ملعب سيء جدا جدا، شفنا كذا كوره كانت هتورطنا في اهداف كتيره جدا، ساعات اللعيبه بتبقى خارجه عن تركيزها، ماتش حساس، ما عندناش الخبرات الكبيره بتاعت الاجيال اللي قبل كده، لكن رجاله بيحاولوا في كل مكان، في كل مكان اللعيب بيلعب فيه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يكون على قدر المسؤوليه، لكن عندنا عناصر لسه ما عندهاش الخبرات الكبيره. قلت لكم الملعب، قلت لكم جمهور كبير جدا، واحنا غايب عننا الجمهور، بنحاول نجيب جمهورنا، لكن ان شاء الله الناس يساعدونا، الجمهور يرجع يملى. شفت الجمهور كان عامل ازاي؟ حاجه يعني حاجه رجاله فعلا، رجاله بتلعب في وسط هذا الضغط الهائل في كل حاجه، كمان الملعب مش مساعدهم، فطبعا لازم يبقى المستوى مش مستوى النادي الاهلي، لكن مستوى النادي الاهلي شفنا في برج العرب ضيعنا كام فرصه، وكنا ممكن المباراه تخلص 4-5. ده المستوى الحقيقي لما تكون الظروف مواتيه لكل حاجه ممكن تعملها، لكن ظروف بعيد عنك شويه نتكلم بمنطقيه بقى، ما نقولش اصل الاهلي واحنا مش عارف ايه، ويطلع كمان للاسف، يعني للاسف اللي بزعل منه، انا ما بزعلش من الجماهير العاديه، لان الجماهير العاديه دايما بتتكلم بقلبه مش بعقله.